في ايه يا عم؟ انت عايز مني ايه؟ تجيبني هنا عندك في الشارع تعمل فيه ايه؟ اشرب ايه؟ انا ما بشربوش، انا اخر اكل سوداني واكل استفندي. ايه يا عم، انت عندك عيال حراميين ولا ايه؟ لا يا عم اشرب ما انت بس، بشربهاش. اشربها بس. امي ضربتني وقالت لي قبل ما تشربش الحاجات دي في بقك. طب دوق، هدوقها بس، انا قالت لي اشربها من دوق، حتة تانية. قالت لي دوقها بس، انا هدوقها بس. بس ما باكلش غير السوداني والنبي يا عم. لا اشرب حلو مع السوداني. هما يعني الاثنين هيطلعوا بقى، يطلعوا هيعملوا فيا يا عم والنبي يا عم. انت اشرب بس، اشرب. استنى كده، القاحة بتاعتها غريبة ليه كده؟ انا كنتش كحة كده قبل كده يا عم. حلوة ولا الله، دي دخلت النفاخ الدماغ. كده ايه؟ ايه ده؟ اسمه ايه ده؟ بابا